بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بناء على طلبات الأصدقاء ومتابعي قناة طارق النجار التعليمية التي حازت على ثقة الجميع ونالت الريادة بدعمكم لهذه القناة وعمل تشهير لها، هنتعلم أحد المهارات المهمة في مجال الخدع والمونتاج، وهي كيفية إزالة العلامة المائية أو أي شيء من الصورة في ثواني معدومة في ثواني معدودة بدون أي خبرة وبدون استخدام أي برنامج واستخدام الذكاء الاصطناعي. كل ده هيحصل من خلال الموقع التالي. ده رابط الموقع اللي هتجدوه في خانة الوصف أو ديسكريبشن، هنضغط عليه أو نقوم بنسخه ولزقه في المتصفح الخاص بيك، هيبدأ يطلع هذا الشكل. من خلال هذا الشكل عملية بسيطة جدا، أنت مش محتاج إنك تسجل، هتعمل أبلود بالنسبة لي الصورة، هنختار الصورة اللي احنا عايزين نشتغل عليها مع حضراتكم اهيت. هنختار صورة، ادي صورة بعلامة مائية، ونضغط على اوبن ونشوفها مع حضراتكم. صورة لما تظهر قدامنا هلاحظ ان فيها علامة مائية تستخدم لحمايتها، ولكننا عايزين نقوم بإزالة هذه العلامة المائية او بإزالة الشخص او إزالة الكائن. زي ما احنا شايفين هذه هي الصورة، هو عطيك دلوقتي ممحاة، كل اللي عليك انك هتبدأ تحدد الجزء اللي انت عايز تزيله من اللي العلامة المائية هي تحددناها، وبعدين تبدأ تختار الأجزاء التانية اللي هي البعيدة ديت. كل جزء عايز تزيله تقوم بتحديده عن طريق هذه الممحاة، عملية سهلة جدا، وباستخدام الذكاء الاصطناعي هيتم مسحها. نكمل مع حضراتكم اهوت، ونشوف هنشوف الدقة ونشوف المهارة. ننزل اسفل تحت اهوت، نفس الطريقة حددنا كل الاشياء، كل العلامات المائية الموجودة، ثم بعد ذلك هيتم تنشيط زر اسمه ريز، هنضغط عليه وننتظر ثواني الى ان تتم عملية المعالجة. هتلاحظوا ان الصورة اصبحت بهذا الشكل، ثم بعد ذلك حضرتك هتقوم بعمل داونلود. لما نعمل داونلود هتبدأ تنزيل الصورة على جهاز الكمبيوتر. طب افرض وانا بنزل الصورة طلب ان انا اكون اعمل ابجريد بالنسبة للموقع الخاص بي، اعمل ايه؟ كل اللي عليك انك تضغط على زر برنت سكرين من الطبع من الكيبورد مع حضراتكم، وتقوم بفتح برنامج الرسام للتغلب على هذه الجزئية، ثم تضغط على بيست، تضغط على بيست، ثم بعد ذلك تقوم بتحديد هذه الصورة بعد إزالة العلامة المائية، وتضغط على كنترول اكس وكنترول ان، ثم هتقول له انا مش عايز احفظ، وتقوم بعملية لزق، هتظهر الصورة على هذا النحو. نقوم بتحديدها وضبط المسافات بهذه الطريقة، هتبدأ تظهر قدام حضرتك هذه هي الصورة، وتقوم بحفظها بطريقة سلسة وسهلة. أتمنى أكون وفقت في شرح هذه المهارة. تقبل تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.